دكتور محسن كالعجي، أنا مبسوطة كتير كون هون بعبجي ميدي سباتا نحكي عن البوتوكس، تنعرف البوتوكس بتفاصيله، شو هو هذا العلاج يلي المرأة لابد أنها تلجأ له بعد عمر 30 أو أكثر شوي؟ أولاً أهلا وسهلا فيكم بمركزنا، وإن شاء الله اليوم حديثنا يكون حديث مفيد ويكون معلومات اللي فيه معلومات مركزة وتوصل لأكبر شريحة ممكنة من المتابعين. فبالنسبة للبوتوكس الحقيقة هو عبارة عن إجراء ممكن نقول دخل حديثاً، يعني حديثاً نقصد فيه 20 سنة تقريباً بالمعالجات التجميلية. نحن في عنا الحقيقة شيء نسميه المعالجات التجميلية الغير جراحية، اللي هي عملياً لما نحكي عنها نحكي أساساً عن البوتوكس والفيلرز. فللتسهيل الحقيقة البوتوكس هو عبارة عن البداية هو عبارة عن زيفان، يعني زيفان هو عبارة عن توكسن نحن نسميه، ولكن تم استخلاصه بطريقة وتحضيره بتركيز مناسب بحيث ممكن يؤدي إلى إرخاء العضلات المسؤولة عن التجاعيد، وبالتالي أدى هذا الشيء لتوظيفه بحل مشكلة مهمة جدا عند الكثير من الناس خاصة السيدات لموضوع التجاعيد أو التقدم بالعمر. أي متى المرأة لازم تبلش تعتمد البوتوكس لما بتشوف تجاعيد بجبينها؟ يعني في أوقات على 25 بيقولوا الحكماء أنه بلشوا بكير أحسن، شو هو العمر المزبوط؟ عمليا موضوع شخصي، نحن نقول كلامك سليم انه احيانا ممكن نبلش بالعشرينات، وفي عنا مرضى الحقيقة بلشنا لهم بهالعمر، بس بنكون عارفانين مثل ما بيقولوا الهيستوري تبع العيلة، يعني بيكون عندها جينيتكس قوية، العضلة قوية جدا مثل العضلة الموجودة هون بنسميها العضلة ما بين الحاجبين، بيكون عم تسبب لها خط عميق، فنحن من باب خلينا نسميه الوقاية ممكن نعمل بوتوكس أكثر من مرة لحتى نضعف هاي العضلة المسؤولة عن تشكيل التجاعيد اللوي، وبالتالي عمر معين الحقيقة نحن نقول ممكن من بعد 18 سنة ممكن نعمل بوتوكس. طب اليوم نحن رح نحكي عن البوتوكس in general، يعني البيسكس تبع البوتوكس يلي المرأة بتجي بتعملون، يطلب تشرح لي أكثر شو هو البيسك تبع البوتوكس يلي بيكون عند العيون والشبين. تماما. هلأ نحن للتسهيل نحن نقول أنه بنقسم الوش لقسمين، قسم العلوي بنسميه الأبر فيس والقسم السفلي اللي هو اللور فيس، لأنه في موضوع الحقيقة حتى ما تكون الأمور ما يكون فيها ارتباك أو الناس بعض الناس تكون confusing about this، فنحن نقول القسم العلوي من الوجه بيشمل البوتوكس، وبالتالي هو عبارة عن ثلاث مناطق رئيسية اللي هو شيء بنسميه نحن الجلابيلا أو المنطقة العبوس اللي نحن عضلة أنا بسميها عضلة ستريس اللي موجودة بهالمنطقة. القسم الثاني أو المنطقة الثانية هي عضلة الجبهة اللي بتظهر فيها الخطوط المتوازية اللي نشوفها، والقسم الثالث هو منطقة حول العين اللي هي عبارة عن عضلة دائرية ولكن بتسبب عضلات إلى شكل بسموه الكراوز فيت أو قدم البطة باعتبار هي طالعة باتجاه الأشعة للخارج. هذا القسم العلوي من الوجه تمييزا عن شيء بنسميه القسم السفلي من الوجه اللي هو عادة بيكون مكان مفضل للفيلرز أو المالئات. اليوم رح نعمل القسم الفرونت علي، فرح نشوف. انا صار لي تقريبا 8 اشهر اخر مره عمل جلسه بوتوكس، فقال لي شو المزبوط كل قد ايه المراه لازم تعمل بوتوكس؟ الحقيقه نحن بنقول الافرج، يعني الافرج هو عباره عن 6 شهور، بعض الناس ممكن يكون 5 شهور، بعض الناس ممكن يصل ل 9 شهور، عندنا مرضى احيانا بالسنه ممكن نعمل بوتوكس مره. الحقيقه هو الوقت اللي بتظهر فيه بدايه التجاعيد، فانا بقول هذا الوقت هو وقت مهم يحترم هذا الزمن حتى ما يكون في مبالغة بالبوتوكس. بنفس الوقت نحن الفترة اللي عم نشوف فيها بداية ظهور التجاعيد ممكن نعمل تقييم جديد، إذا شفنا أنه الوضع بيستاهل أن نعمل بوتوكس أو صار الوقت مناسب فممكن نعمله فورا. طيب أنا بقرأ وبسمع أنه كمان أنه بشوف سيدات ضد البوتوكس بعمر 50 مثلا، بقولوا يحو أنا ما عملت بوتوكس لأنه لو عملت ورجعت وقفت رح يصير في ترهل بالبشرة. طيب شو شفتوا على مدى 20 سنة مثلا، أنه هل مزبوط أنه البشرة بتجرب تترهل أكثر من وراء أنه عملوا مثل ارتخاء للعضل؟ هلا الحقيقة خبرتنا بالفترة اللي اشتغلنا فيها بوتوكس زائد خبرة الناس اللي قبلنا بتأكد فكرة البوتوكس انه امتى نبلش نحن بوتوكس، ونحترم الزمن بين البوتوكس والبوتوكس. قد ما كان العمر متأخر عن البوتوكس، البوتوكس بيعطي نتائج جيدة جدا، لانه نحن عم نقارن الحل الاخر. شو الحل الاخر؟ عم نحكي عن جراحة، جراحة التجميل او جراحة شد الوجه. فبعض العضلات
لما بنعمل بوتوكس بيكون عنا ارخاء للعضل وبالتالي بتخفف كثير من حده التجاعيد الموجوده. اكيد بنقول للسيده بدك تعذرينا لانه ما بنقدر نعطيكي 100% من النتائج، ولكن 70-75% من النتائج اكيد رح تكون نتائج مغريه جدا بالنسبه لاي سيده حتى لو بعمر ال 50. وبعد قد ايه بتلاقي نتيجه السيده؟ نحن عمليا البوتوكس بحاجه من 4-5 أيام ليبلش يشتغل عمليا. بس انا بقول عمليا البوتوكس بيكون بيعطي احلى نتيجه له من بعد الاسبوعين، لانه ببلش يصير في عندنا هارموني اكثر بين العضلات. خبرني شو هو يعني اكبر غلط بيصير من ناس منا بنعرف انه غير انه عم بيصير في كثير ناس مش شغلتها عم تعمل بوتوكس او ممنوع هي تكون عم تعمل بوتوكس منا حكمه او هيدا عم بيعملوا اغلاط كثيره، فشو بتشوف شو الكيسز اللي بتشوفها اكثر شيء عندك تنقدر نوعي المراه تتعمل بوتوكس عند الحكيم المزبوط؟ تمام. هلا انا كثير بشكرك على السؤال لانه الحقيقه خلينا من منبر حضرتك نوجه رساله واضحه. البوتوكس هو الحقيقه بنقول اتس نوت ا جوك، يعني ما هو عباره عن لعبه اي حدا يقدر يعملها. انا بقول كقاعده بالنسبه لي كطبيب، مو المهم انه انا اعرف اعمل الاجراء او البروسيجر، المهم اذا صار معي اي اشكال صغير اعرف كيف دبره، اعرف المانجمنت كيف انا ممكن دبره. هي الشطاره الحقيقه، هذا هو الطب. فكثير من المشاكل للاسف عم تجينا من ناس ما مختصين. البوتوكس عباره عن ماده حساسه جدا، فاحيانا فرق باجزاء من السنتي اذا طلعنا فوق او تحت ممكن هذا يسبب ارتخاء الجفن، ممكن يسبب هبوط الحاجب. هيدا هبوط الحاجب اكثر شيء، يعني كيف بتداويه اذا صار؟ هلا بالنسبه لهبوط الحاجب الحقيقه الزمن هو الكفيل انه يعالجه، ولكن بالنسبه لارتخاء الجفن اللي بنشوفه بالقسم الداخلي من الجفن، هذا في عنا بعض الاطراف العينيه اللي ممكن تحسن وظيفه الجفن وبالتالي تساعد على رفع الجفن للاعلى. هلا بالاخر قبل ما نبلش البوتوكس وحقن الابر خبرني انا شو بده وجهي وشو رح تعمل؟ الحقيقة بالنسبة لحضرتك أنا قبل المقابلة شفت بعض الحركات اللي حضرتك طلبت منك أنه تعمليها، لأنه إحنا عنا تجاعيد، في تجاعيد على الحركة وفي تجاعيد على السكون، فلازم نحرك بعض العضلات لنعرف وين أفضل أماكن للحقن. فأنا بالنسبة لي رح أعمل أنا الديزاين تبع البوتوكس رح يكون هو موجه لثلاث مناطق الأساسية اللي هي نرجع منقول الجلابيلا أو اللي هي المنطقة العقدة بين الحاجبين، بالنسبة لل الفور هيد بالنسبه للجبهه المسؤوله عن خطوط المتوازيه اللي بتظهر، وبالاضافه للكراوز فيت او العضله العينيه اللي هي مسؤوله عن تجاعيد حول العين. وقد في وجع؟ موضوع الالم هو موضوع شخصي، بس نحن عاده بنحط نوع من انواع الاشياء اللي تهدي البشره، ممكن يكون ككريم املا او بعض الكريمات اللي تخفف حس الالم، بس مع ذلك الالم محتمل جدا. هي عباره عن خلينا نسميها شكه صغيره، ممكن ببعض المناطق تكون ما رح اقول مؤلمه بس تحس فيها السيده، بس العمليه كلها الحقيقه ما بتاخذ اكثر من 5 دقائق وقت.